تعالوا نبتدي معاكم حلقتنا دلوقتي بأهم العناوين. الأهلي يختتم تدريباته بالتتش ويسافر غدا للإسكندرية. الشناوي المرمى وفتحي لم يشارك في التدريبات. الموافقة بشكل نهائي على حضور 60,000 لمباراة الأهلي والترجي. جماهير الأهلي تواصل الحجز الإلكتروني بكثافة. الترجي يصل برج العرب غدا ومدربه يعلن التحدي. مجلس الأهلي يدعو لجمعية عمومية عادية يومي 23 و 24 نوفمبر. فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية مجلس اتحاد الكورة.